نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية شاملة في سيوة بتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، وتقدم القافلة كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين بشكل مجاني، حيث تشمل كافة التخصصات. اللي بنشوفه من جمعية رسالة إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هو ملحمة طبية متكاملة فيها جميع التخصصات لجميع قرى مدينة سيوة بمحافظة مطروح، وده بيعكس الدور الإنساني والاجتماعي تجاه أهالينا الأولى بالرعاية في المناطق الفقيرة والنائية اللي بيصعب الوصول إليها بسبب موقعها الجغرافي. احنا من جمعية رسالة بنقدم لأهلينا في سيوة قافلة طبية شاملة فيها كل التخصصات بأحدث الأجهزة. بيقوم على القافلة دي مجموعة من المتطوعين، سواء الأطباء الأخصائيين والاستشاريين والمتطوعين المساعدين. بنقدم كل الكشوفات في كل التخصصات بشكل مجاني بشكل كامل. اللي بتقوم بيه جمعية رسالة في مدينة سيوة هو عمل خيري كبير بيخدم أكتر من 6000 أسرة، وده من خلال 15 تخصص طبي مختلف للكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً، واللي بتستمر لمدة 3 أيام. وعشان كده الفرحة كانت واضحة على وشوش أهالينا. عملت تحاليل وكشف، كل حاجة تمام ومجان ومية مية، وشكرا لمبادرة رسالة وتمام تمام. والله كشفت عن أسنان وبطن واشكر الناس جميعا، الله يفتح عليهم والله يكرمهم. الكشف والعلاج مجاني. الدكاترة هنا مهتمة والمقابلة كويسة والكشف ما شاء الله يعني، والعلاج ما شاء الله مجاني. الكشف مجانا، العلاج مجانا، في ميزان حسناتهم إن شاء الله. خدمة وأخلاق ومعاملة حسنة، وتحس نفسك إنسان يعني، حاجة فوق الخيال. ما كناش متوقعين من جمعية رسالة الخدمة النزيهة النظيفة دي. كنت أكشف على عيوني والكشف ممتاز وبالمجان يعني، وأشكر كل الناس اللي ساعدونا في اللي بصراحة يعني. تشكروا جماعة كلهم على الدكاترة والعمال وكل اللي احنا شفناه هنا، بصراحة يعني يشكروا على المجهود اللي هم عاملينه. كل المساعدات الطبية اللي بتقدمها مؤسسة التحالف الوطني متمثلة في جمعية رسالة هي انعكاس لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة صحية سليمة لأهلنا في كافة ربوع مصر.